انطلاقات أشواط هذا اليوم ضمن تحديات وانطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي في خامس أيامه الذي نشهد في هذا التجمع ما بين هذه الشعارات وهذه الأسماء القادمة من جميع ما أيضا دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان، حيث نسير مع شوط جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطنا العاشر الذي خصص بالنسبة للإبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. نسير عبر هذا النغل الحي من قناة دبي ريسينج والغنوات الناقلة لإحداثية هذه الانطلاقات الصباحية. نبدأ مباشرة بالصدارة الأولى بالمركز الأول هنا من تتقدم على مقدمة هذا الشوط وتحتل الصدارة الأولى، هذه هي هملولة، هملولة لمكتوم بن عبد الله بن غدير الدرعي هي اللي احتلت المركز الأول والصدارة الأولى، بينما يليها بالمركز الثاني هذه تتقدم اللي هي صوغة مايد بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري يحتل المركز الثاني، بينما الوصول مع المركز الثالث اللي تقدمت من الجانب الآخر هذه كحال أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي يحتل المركز الثالث، بينما قدوم على المركز الرابع وانطلاق من غبل اللي هي الهايلة الهايلة لراشد بن حمد بن سالم الدرعي يحتل المركز الرابع، بينما بالمركز الخامس وتابع الوصول على خامس المراكز وهذه هي وجود اللي معلنة تواجدها لمحمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي تحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس هذه هي اللي وصلت مشاهدين الأعزاء نوف لخليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي يحتل المركز الخامس، بينما دخول بدأ على المركز السادس مشاهدين الكرام من قبل التماس أحمد بن سيف بن سهيل بن حارب الدرعي يحتل المركز السادس، بينما في المركز السابع هذه اللي وصلت وتقدمت شديدة علي بن سالم بن أحمد بن الحوت العامري، بينما في المركز الثامن اللي تقدمت اللي انطلقت على مستوى المركز الثامن هذه هي نصايح لعبد الواحد بن الخزع العامري يحتل المركز الثامن، بينما في المركز التاسع دخول غادم في هذه اللحظة من الشرود محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز العاشر هذه تقدمت اللي هي مرعوشة مظفر بن محمد بن خموشة العامري ليحتل المركز العاشر. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء الشاغلة صالة أذعنا لمسامعكم هذه الأسماء العشرة المراكز الأولى المتقدمة التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما أسماء وشعارات مشاركة في هذا الشوط لم يحين موعد دخولها ونداها مع العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار. العودة من جديد إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول اللي مسيطر على المقدمة الهائلة اللي تتصدر الجميع وتعلن هذه التحديات المثيرة على المقدمة الأولى. الملكية تعود لراشد بن حمد بن سالم الدرعي، أهالي المصانع الجنوب التراثية متواجدين في هذا المسار الجميل، بينما وجود تقول أنا متواجدة على مستوى المركز الثاني وتسللت في طريقها إلى المقدمة الأولى في هذا المسار محمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، بينما في المركز الثالث هادك حال لأحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي، بينما في المركز الرابع نتابع المركز الرابع هناك شعار بن سلومة اللي يتدخل في هذه اللحظة ليقدم لنا صوغه مايد بن سعيد بن راشد الخاطري يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس اللي وصلت اللي تقدمت هذه هملولة مكتوم بن عبد الله بن غدير الدرعي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس هناك التماس لأحمد بن سيف بن سهيل بن حارب الدرعي
وصلب على المركز السادس في هذه الانطلاقة، بينما في المركز السابع، في المركز السابع هذه تقدمت شديدة علي بن سالم بن أحمد بن الحوت العامري والمجازف، المجازف يتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يقدم لنا الشروط في المركز السابع، بينما في المركز الثامن هادي شقرة سالم بن حمد بن محمد العامري، والمركز التاسع أوصلت سيوف وأول ندى للسيوف عوض بن نايض بن عوض الرشيدي يحتل المركز التاسع في هذه اللحظات، وشعار بالضعيف قادم، شعار بالضعيف واصل بقوة في هذه انطلاق المثير، غزلان الضعيف بن حمد بن غدير الاكتيبي، هكذا المراكز، هكذا التحديات، هكذا بدا الزحف من المناطق الخلفيه والعوده الى المقدمه، العوده الى المركز الاول، الى التحديات الاولى، ووجود مع بالطبيعه وجود مع المركز الاول، وتلعب على ارضيه هذا الميدان على ارض الكرم والجود بالفعل، ما شاء الله وتبارك الله، تتقدم بشعار محمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، ولكن اكحال تتقدم على مستوى المركز الثاني، يقدم احمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي، الكل بدا يركز، الكل بدا ينطلق مع بوابة 1200، ما شاء الله ما تبقى للغليل عن التحديات والمنافسة في هذا المنعطف الأخير، بينما قادم بالحوتة مع شديد علي بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري، ووصل هناك أيضا قادم بقوة الضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي، قادم في هذه اللحظات، وهناك الوصول من شعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يقدم مشاهدين الأعزاء قادمة، يقدم لنا الشرود، الله 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 الله، بينما نشوف هناك القادمة، هذه اللي وصلت أنذار لسعد بن طالب بن محمد بن شريم المري مضمر القرن، يصل مشاهدينا الكرام في هذه التحديات، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى وجود على الصدارة، وكحال منافسة بقوة من أجل انتزاع هذا الشوط، الله الله المنافسة القوية، التحديات المثيرة ما بين وجود وما بين كحال بن كراز وبالضبيعة، ولكن وجود بدأت تصبح بالخير على أهل منطقة نزوة، سلام يا نزوة، سلام على هذا الفوز والانتصار، لحظة وصولها، وأيضا وجود تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء لمالك، ايضا وجود محمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، بينما كحال وصلت في المركز الثاني لاحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي، المركز الثالث وصلت في مشاهدينا الكرام شديدة لعلي بن سالم بن احمد بن الحوت العامري، والمركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام مذهلة لعبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، والمركز الخامس وصلت في مشاهدينا الكرام غزلان لضعيب بن حمد بن غدير الاكتبي، عودة إلى التوقيت الزمني، أيضا لحظة وصولها إلى خط النهاية، وجود بتسع دقائق وثلاث ثواني ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك وجود محمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، وسلام لأهالي منطقة نزوة وطوي نزوة بالفعل، تهانينا، بينما وصلت كحال في المركز الثاني أيضا بتوقيت زمني بتسع دقائق أربع ثواني سبعة أجزاء من الثانية، تهانينا لأحمد بن عيلة بن بخيت بن كراز السبوسي على تألق كحال بالمركز الثاني، بينما وصلت في المركز الثالث شديدة بتوقيت زمني مقداره تسع دقائق خمس ثواني أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن أحمد بن الحوتة العامري، تهانينا للجميع.